إذا أردنا أن نتوضأ أول سنة أن نستقبل القبلة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمي الله، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال لنا لا وضوء لمن لم يسمي الله. بسم الله، ثم نستاك، ويسن أن يغسل الإنسان سواكه قبل الاستياك وبعده، ويبدأ بالجهة اليمنى واللسان كذلك على الحنك، ثم نغسل الكفين، يسن كذلك تخليل الأصابع اليدين عند غسلها في بداية الوضوء، ثم المضمضة بثلاث غرفات، كل غرفة يتمضمض منها ويستنشق ويستنثر باليد اليسرى. يسن كذلك يعني إدارة الماء في الفم إدارة قوية حتى يتنظف الفم ويدخل الماء بين الأسنان. ثم غسل الوجه، وينتبه في الغسل لأن هناك فرق بين المسح وبين الغسل. المسح يكون بهذه الطريقة، لكن الغسل بأن يجري الماء على الوجه جريان. هذه الطريقة يسن أن يكون من أعلى الوجه حتى يجري الماء. من المكروهات التي يخطئ فيها بعض الناس اللطم، أن يلطم وجهه لطم شديد، هذا مكروه. كذلك يحتاج التنبيه في الوجه إلى الشعر الذي بين الأذن وبين الوجه، هذا السوالف تحتاج إلى انتباه لأنها من الوجه. بعض الناس يظن أنها ليست من الوجه. الوجه حدود من الأذن إلى الأذن، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، هذه حدود الوجه التي ينبغي أن تغسل. ويسن أن يزيد عنها شوي، لأن هذا من إطالة الغرة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تأتي يوم القيامة غرا محجلين، عليهم أثر النور من أثر الوضوء. الله يجعلنا إن شاء الله كذلك. ثم يغسل اليدين مع تخليل أصابعها. يعني يحتاج المؤمن أنه عندما يغسل أعضاءه يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ فأحسن وضوءه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والإحسان في الوضوء هو اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا توضأنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الخطايا. فإذا استشعر الإنسان أن الذنوب والمعاصي تخرج، استشعر معنا دخوله إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. يسن تخليل أصابع اليدين، طبعا إذا كان واحد لابس خاتم، إذا كان الخاتم خصوصا ضيق، إما أن يحركه حتى يدخل الماء أو أن ينزعه نزع كامل حتى يتأكد أن الماء قد وصل. ثم مسح الرأس، يسن في مسح الرأس، طبعا إذا كان لابس عمامة يمكن أن يكتفي بمسح طرف الرأس ثم يمسح بقية العمامة أو الغطرة أو الطاقية، والأفضل أن يكشف رأسه فيمسح الرأس مسحا كاملا. الإبهام يضعه في هذه الفتحة التي تكون في جانبي الجبين والوجه، والأصابع تتقابل ويمسح إلى الخلف ويعود إلى الأمام، هذه تسمى مسحة كاملة، إلى الخلف ثم إلى الأمام. يمكن أن يكتفي بمسحة ويمكن أن يكررها ثلاث مرات على حسب الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمسح الأذنين، يدخل السبابة هذا الإصبع في داخل معاطف الأذن بحيث أنه يتحرك على معاطف الأذن، والإبهام من خلف يمسح بقية الأذن بهذه الطريقة. وبعد ذلك الإصبع الصغير هذا يدخله إلى الصماخين إلى فتحة الأذن، يكون نظف أذنه وتنظيف جيد. طبعا من السنن في الوضوء المهمة الدلك أن تمر يده على جميع الأعضاء، ما يكتفي بس بأن يمر الماء، بل لابد يعني أن يمر بيديه على أماكن الأعضاء كلها. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أوجبها بعض العلماء. ثم يغسل رجليه. في غسل الرجلين يحتاج الانتباه من تخليل الأصابع أكثر من أصابع اليدين، لأن أصابع الرجلين دائما تكون ملتصقة ومتقاربة أكثر. وينتبه كذلك من العقب آخر القدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار الذين ما يغسلون أعقابهم. العقب هذا سبحان الله يكون أحيانا مشقق، أحيانا يكون ناشف، يحتاج إنسان أن ينتبه منه، وأن يزيد كذلك إلى منتصف كما يزيد في اليدين إلى منتصف الساعد، يزيد كذلك في الرجل إلى منتصف الساق، ليكون قد أدى سنة التحجيل، المكان الذي تبلغ إليه الحلي. إذا دخل المؤمن الجنة يعطيه الله من الحلي ما يصل إلى مكان الوضوء.
كان الصحابة يحرصون أن يزيدوا إلى منتصف الساق أو ربما بعضهم زاد إلى أكثر من هذا مع التخليل والدلك. بهذا نكون قد توضأنا وضوء إن شاء الله أنه مشابه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الوضوء استقبل الإنسان القبلة ويرفع يديه كما كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه ويدعو بهذا الدعاء العظيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أن من دعا به فتحت له أبواب الجنة الثمان، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني أذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال العلماء إذا مات الإنسان وهو على هذا الوضوء دخل من أي باب من أبواب الجنة. وهنا المؤمن ينبغي أن يستغل الفرصة أن أبواب الجنة مفتوحة وأبواب القبول مفتوحة، فيدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء. فنسأل الله أن يعلمنا سنن الحبيب ويرزقنا العمل، وجميع إخواننا الذين يشاهدون سنن هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يوفقنا الله وإياهم بالعمل بهذه السنن وتذوق ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الآداب والأعمال.